متابعينا الكرام، متابعين الشرقية مكس، أسعد الله مساكم بكل خير. أثناء تجولنا لأحد المزارع تفاجأنا بهذا العجل، نوع برتغالي، الوزن طن و200 كيلو تقريبا. هذا العجل من أثقل الأوزان حتى الآن رأيناه في مزرعة أبو ناهض القديح على سنة الكبيرة. هذا العجل تقريبا طن و200 كيلو. اللهم صل على النبي. عجل في مزرعة أبو ناهض القديح. العجل شرير جدا، بينطح. اللهم صل على النبي. عجل تقريبا حتى الان رايناموه وزن طن و200 كيلو، مزرعة ناهض القديح على سنة الكبيرة الصناطي. والعجل يعني مجرم. اللهم صل على النبي.